السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الفول الاخضر بعد شهر ونصف من الزراعة، وان شاء الله حنقوم بتسميده. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا خطوة التسميد. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر بعد مرور شهر ونصف من زراعته، لاحظنا امامكم. طبعا احنا ما قمناش بالتسميد باي نوع من السماد، وان شاء الله اليوم حنسمد اول دفعة. وطبعا تكلمت في فيديوهات سابقة انه ان شاء الله حنعمل حلقة على التسميد، وان شاء الله حيتم تسميد الفول في المرحلة هذه. طبعا السماد هو الازوتي. طبعا من فوائد يعني التسميد الازوتي في المرحلة هذه هي تنشيط النبات وكذلك التسريع من النمو، لاحظنا امامكم. وطبعا النبات بحاجة للتسميد خاصة في هذه المرحلة. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا شكل السماد الازوتي، لاحظنا امامكم ان شاء الله حيتم تسميد به النبات. فطبعا بالنسبة للتسميد ان شاء الله حيتم نثر السماد بجنب سيقان النبات، وبعدها ان شاء الله حيتم الري. فحنقول بسم الله ونبدأ بالتسميد، لاحظنا امامكم. طبعا يتم النثر بجنب سيقان النبات، وطبعا لازم يتم وضع كمية قليلة. وطبعا ضروري الري بعد ما نقوم بالتسميد. لاحظنا منكم. وطبعا هذه الصورة النهائية بعد ما قمنا بالتسميد اول دفعة بالسماد الازوتي. طبعا التسميد يكون بجنب الخطوط، لاحظنا بالشكل هذا، وبعدها ان شاء الله حيتم الري. وطبعا لو في يعني سماد على الاوراق لازم يتم ازالته، لانه حيصير احتراق للاوراق لو خلينا السماد بالشكل هذا. لاحظنا منكم بالشكل هذا، وان شاء الله حنروي الري بعد التسميد. يعني في ناس بتسمد وتخلي النبات بالشكل هذا، فالنبات بالتالي مش حيستفيد من يعني التسميد. فان شاء الله بعد ما قمنا بالتسميد حيتم الري، لاحظنا امامكم. فطبعا هذه كانت طريقة التسميد، تسميد الفول الاخضر. وإن شاء الله حنتابع معاكم الفول الأخضر بالتفصيل لغاية الحصاد. وفي نهاية الحلقة لو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.